تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لنستمع إلى الإنجيل المقدس إنجيل مرقس، طبعا إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الفصل الأول آية 12. تفضلوا. وللوقت أخرجه الروح إلى البرية، وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان، وكان مع الوحوش وصارت الملائكة تخدمه. طيب، وللوقت باليوناني كيفيس، هاي العبارة للوقت ترد، مش عندنا إنجيل مرقس 16 فصل حسب ما بذكر 164 مرة. وللوقت يعني طوال يعني فورا. بيقولنا انه اخذ الروح يسوع الروح بالمطلق، ها روح يعني روح الله. البرية في العهد القديم إلها زي ما نقول حسب التاريخ في إلها وجه سلبي وفي إلها وجه إيجابي. الوجه الإيجابي شو هو؟ إنه في الصحراء فيش حدا، في هدوء، الإنسان بيقدر إيش يكون في مناجاة مع مين؟ مع ربه. زي ما كمان ورد في سفر هوشع، ربنا يشبه حاله بالعريس، شو بقول؟ هإني أقودها إلى الصحراء وأناجي قلبها. فيش التأمل، أنا التأمل، نعم، إنه فيش غوغاء، فيش الضوضاء، فيش إشي يشغلنا عن ربنا. ولكن إيش كمان في البرية، خصوصا تاريخ اليهود 40 سنة، إيش في تاهو والتجربة. شو بقولنا المزمور؟ كم تحدوه في الصحراء وأثاروا صخته في البيداء، وعادوا للإله مجربين ولقدوس يعقوب مغضبين، وما تذكروا له يدا ولا يوم نجاهم من العدا. يعني كيف الشعب العبري في الصحراء تمرد على ربنا وعلى موسى. أحلى إشي في المزامير لما بقول إنه أذاقوه عن موسى مر الآلام فصار يتعثر في الكلام. صار يعني صار يهبر، صار يخربش بالحكي من كثر ما جننوا هالشعب اللي لليوم هيهم 5 ملايين هون مجننين الدنيا. وقديش وثلث سكان الولايات المتحدة الأمريكية مجننين الدنيا فيها ومجننين العالم كله. إذن في الصحراء يجرب المسيح، طبعا المسيح مش بحاجة لتجربة، تفاصيل التجربة قرأناها في إنجيل متى 4. والآن خلينا نشوف طبعا وين المنطقة. إحنا أهل فلسطين، إحنا أهل فلسطين نعرف هذا المكان، شو اسمه؟ جبل التجربة، صح؟ شو بسموه كمان؟ طبعا الناس اسألوا عن الناس بيعرفوش إشي، أما يمكن يعرفوا التلفريك اللي هو جبل القرنطل. القرنطل هي كلمة لاتينية، كوارنتينا، كوارنتينا تعني الأربعين، كوارنتينا الأربعين. على فكرة هاي في الزمانات كان فيها رهبان صليبيين، يعني رهبان فرنجة من قانونيي، مش من ضمن الكمانجة، لا، أيوة، من قانونيي القبر المقدس، لاتين يعني، هذول القرن 11، 12، 13. طبعا بعدين مين اللي استلم الدير؟ أشقائنا بطريركية الروم الأرثوذكس. وإمتى عمل تجديد كبير فيه راهب أو أرشمندريت اسمه غالينيكوس؟ سنة 1929. يعني الدير الموجود اليوم هذا كله من شغل هذاك الراهب الشهير. إذن طبعا في الصحراء كمان كان في بعيد منكم وحوش، لليوم كمان في، بس طبعا
مع الطرق وتعبيد الطرق وكثر السكان خفوا الوحوش. أنا بقول بعيد منكم اللي بتمشي على أربعة وكثروا الوحوش اللي بتمشي على إجرتين بس برضو بس ما تجيبوش سيرة يعني مع الأسف. تفضل. طبعا أي حدا بعدين عنده سؤال أو اعتراض هلأ يسجل الإنسان صح أي ملاحظات، لأنه إحنا مش في محاضرة، إحنا في ندوة زي ما بسموها هاي مشاركة في الإنجيل، بايبل شيرينج، نحن نشارك نص الإنجيل. وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله. الملكوت قبل شوي حكينا عن المسيح الملك، الله الملك. لما الله بسيطر على قلوبنا ما بخلينا عبيد، لما احنا منسيطر على الخطيئة والشر احنا منصير أسياد. تفضل. ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. قد كمل الزمان، طبعا انتوا قاعدين وما معكم خبر صح؟ أيوة. لما تمل الزمان بس في اليوناني في كلمتين للزمان، في كلمة كيروس، تعرف العربي بسموها كايروس كمان، بس هي كيروس. كيروس يعني وقت النعمة، مش أي وقت. عشان هيك في وثيقة عملوها مسيحيين فلسطينيين ما سموها خرونوس اللي هو الزمن البشرية، يعني من امبارح لليوم لبكرة، بل سموها كيروس. كيروس يعني وقت النعمة اللي إذا من فوته بروح علينا. الكلمة إذن باليوناني هي كيروس، قرب الزمان أو تم الزمان. طبعا تم الزمان لما حنا برضو الأخ الدكتور عن غلاطية فصل أربعة، هاي أربعة خلينا نشوف إلى ثمانية. كلمة تم، تم يعني وصل إلى كماله، هالنبوات وهالأحلام صارت حقيقة. حتى بالعبري يقولوا هتجشمو يعني صاروا جسم. غلاطية تفضل. غلاطية أربعة. نعم أربعة يعني. نعم ونكمل للثمانية. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب، إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فأنت وارث لله بالمسيح يسوع. قبل شوي كنا نقول انه احنا مش عبيد بل احنا اسياد، واحنا ابناء، احنا ملكات وملوك. لما المسيحي بتجوز بالكنيسة شو بنقول عنه؟ تكلل. تكلل وشو منرتب بالمجد والكرامة؟ كللهما وعلى عمل يديك صلتهما، اللي هاي موجودة وهم بالمزمور الثامن. المزمور الثامن هاي موجودة عن الإنسان، الكنيسة تطبقها على إيش؟ الزوج والزوجة، ملك وملكة، مش هو ملك وهي عبدة.
ولا هي ملكة وهو عبد إلها جوز الست اللي يعتبر مألوش كيان. لا، ملكوت الله يعني لما الناس بتتميمهم لإرادة ربنا مش عن خوف ولا لأنهم مجبورين، بل إشيين عن محبة وعن إيش عقل، عن إدراك. مثلا أنا ممكن أروح عند الدكتور ميشيل يعطيني دواء، ممكن أنا أخذها بدون مؤاخذة، يعني أنا أخذها بعباطة، ليش أعطوني هذا الدواء؟ هذا الدواء مر، بديش أخذ الدواء. إذا أنا بعتبر هذا واجب علي غصبا عني لازم أخذ الدواء، ممكن أرفض الدواء. بس لما أنا بفكر بإيش؟ بالعقل، بفهم ضرورة هذا الدواء حتى ولو كان مر. وطبعا لما زيادة على العقل إيش فيه؟ المحبة. وفعلا الوصايا كيف تتلخص؟ كيف لخصها المسيح؟ بالمحبة. طبعا إنجيل، طبعا إنجيل زي ما قلنا مرقس شفناها وراح نشوفها، المحبة لله، المحبة للنفس من غير أنانية، والمحبة للقريب. إذا برضو رجعنا هون، إحنا جماعة إيش؟ شريعة المحبة وليس محبة الشريعة. لأنه محبة الشريعة لازم أصوم لأنه لازم أصوم. ومرات تسألوا البني آدم طيب عمي ليش أنت صايم؟ يقول لك لأنه لازم أصوم، لأنه إذا ما بصومش ربنا بغضب عليه. مظبوط، المسلمين أبونا في ناس هيك، وفي ناس بكونوا بكون فاهمين إنه أنا بصوم لي مثلا إنه هذا الشهر هو اللي نزلت فيه كلمة الله، زي ما في الزمانات عند اليهود موسى قال لليهود استعدوا بالصوم لنزول لوحي الوصايا هلحوت هشنيم للمرة الثانية. إذا ملكوت الله مش لازم إحنا نخاف من هاي العبارة. على فكرة إحنا أحرار إنه نرفض هذا الملكوت. الله بقولنا لا تقتل، إحنا بنقول لا يا عمي بدي أقتل. ولكن شو النتيجة؟ حتى القاتل تخلص بعينهم القتيل. طيب هل هو راح يرتاح؟ لا. أكبر مثال على هذا اليهود اليوم، تفضل. إذا شافوا كيس نايلون بتقوم لقيامة، ليش؟ الضمير مش مرتاح، الضمير مش مرتاح، ومعطين ضميره مجازة، ضل في خوف، مش عايشين بالخوف، برضه بضلوا عايش بالخوف. يعني لما الإنسان بيقتل هل بيكون مستريح؟ مش ممكن. زي ما قال مين أحد الخلفاء، يمكن علي بن أبي طالب، بشر القاتل بالقتل، بشر القاتل. المسيح حكاها قبل علي بن أبي طالب، تذكروا وين هاي؟ متى 26:52، من أخذ بالسيف بالسيف أيضا. شوف كيف أنا شاطر حافظة متى 26:52، أضرب 26 بـ2 تطلع 52. نعم، هاي إحدى الوسائل. إذن ملكوت الله ليس هذا الإله الذي يسحقنا. إمتى إحنا نفكر إنه الله بيسحقنا؟ زي أولادكم وهم صغار بدهم كل وقت يأكلوا شوكولاتة، معهمش خبر إنه الشوكولاتة بتخرب السنان، ما بتفيدش الإنسان إنه يكبر، صح ولا لا؟ بفكر انه بده لازم تروح على المدرسه، هو بفضل ينام، بفضل يحضر ميكي ماوس، بفضل يلعب ولا لا؟ لايش المدرسه؟ امتى الانسان
يهرب من الحقيقة لما هو مش ناضج. جاهل. اه ولا انا بدي اعمل اللي بدي، انا بدي اعمل اللي في راسي. زي عنا هذاك الواحد مش مستعد، الله يحميه على فكرة، مش مستعد يحترم قوانين السير. بقولوا له لازم تحط الحزام، بقولك لايش؟ بتوقف على الإشارة لايش؟ أنا ملك الشارع، ملك. تفضل. وفيما هو يمشي عند بحر الجليل أبصر سمعان وندراوس أخاهم يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين. شوفوا ما أحلى الأسلوب الشعبي. طب ليش ما قالنا مرقص بسلامته يعني بسلامته؟ ليش ما قالنا رأى صيادين يلقيان الشباك في البحر، واحد اسمه سمعان وأخوه أندراوس، صح؟ قال شاف اثنين بيلقوا الشباك في البحر لأنهما كانا صيادين، يعني هما كانوا ماخذينها مهنة يعني ولا هوبي ولا شو بيقولوا هواية؟ مهنة. شايفين الأسلوب الشعبي ما أحلاه؟ إنجيل القديس مرقس مليء بهالعبارات الشعبية العفوية البسيطة اللي هيك خفيفة الظل. نعم. فقال لهما يسوع هلما ورائي فأجعلكما تصيران صيادي الناس. تتذكروا الأنتيفونة في الطقس البيزنطي؟ مبارك أنت أيها المسيح إلى هنا، يا من أقمت الصيادين جازلي الحكمة إذ أفضت عليهم روح القدس وبهم المسكونة قد اقتنست يا محب البشر المجد لك. صيادين سمك راح تصيروا صيادين بشر. طبعا صيادين بشر مش معناه إنه راح تجيبوا الناس غصب عنهم ولا بالإغراء. البشر كيف بدك تحكي معهم؟ بالإقناع، بالتودد يا عم اليوس. بدك صح؟ بدك تقنعهم. إذا إحنا في فرق بين الصيد الرسولي وشو اللي بسموه كنائسنا الاقتناس. الاقتناس عملية الاقتناس اللي بتعملها هاي البدع، وخصوصا البدع الأمريكية. بلقطوا البني آدم، أنت ناقم يا أبو الياس على خوري، بصيروا تحفتلوا حواليك يقتنسونك. أنت بحاجة لدعم بقول لك شو الخورة تبعون، شو مستفيدين أنتم، تعال عنا يا أخ. بتسألهم كيف كان الاجتماع اليوم، بقول لك تعرفوا هاش الفيلم هذا مثلا، بتقول لهم كيف كان الاجتماع هذيك المرة، اجتماع أنت ما حضرتوش، كيف كان الاجتماع؟ ولا ما كانش منيح. إيه؟ ليش؟ لأنك أنت مش موجود. ولا أنت ما كنتش موجود. فالواحد بحس راسه قد كده. بكبروا راسه للبني آدم، زي ما كانت تحكي لي هذيك البجالية. ولا ليش تروحي عند هدول؟ الواحد بحس بقيمته هنا. ليش بقيمته؟ لأنه بيكبروا راسه. وبعد ما يكبروا راسه بعبوا راسه، لأنه وين تعبي راس الإنسان؟ تذكر قصة مين؟ الثعلب والغراب. تعرفوا ايش هاي؟ لوروبو لوكوربو لورونار، من امثال تبعت لافونتين، يمكن كانت موجوده عند ايزوب اليوناني وغيره. هذا فيه غراب ماسك جبنه قاعد بقرط فيها على الخفيف. في كلينا ودمنه، كلينا ودمنه كمان. المهم ايش؟ الثعلب بشوفه، هو بده الجبنة. إذا بده يترجى يقول له طعمين الجبنة بتزبطش. فكيف ضحك عليه؟ سي فوتر راماج رسوم لا فوتر بلوماج. قال لي يعني أنت جلدك
يعني ريشك حلو بس انا بحكي لها الغراب الله يهده بس انا اللي بعرفه انه صوتك بشع يعني يا ريت صوتك جميل زي ريشك فالغراب شو بده يقنعه انه صوته حلو بدا يغني طاحت الجبنه وشو بقول لا فونتين تو فلاتور في او ديبان دو سيلوي كي ليكوت ان كل متملق يعيش على حساب الذين يتملقهم واللي بيقبلوا ايش التملق عشان هيك يسوع رفض التملق لما ذاك الشاب قال له ايها المعلم صالح شو قال له يسوع لا تدعوني صالح متشفي شو اللي بدك اياه زي مرات انا لما ناس يقولوا يا ابونا انت البركه وفي ازاي اقول له شو من الاخر شو بدك طبعا بقول له شو بدك اقول له ايش امرت ايش بقدر اخدمك طبعا في ناس هو اللي بدك اياه كيف 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 قديش المبلغ اللي بدك اياه قديش نعم قال يا ولا بلاش نكمل امثله يعني اذا احنا وين انطلقنا انه في فرق بين الصيد الرسولي وايش الاقتناس الاقتناس لما البشر بيجوا بوسائل بثمن غير طاهرة غير سامية لما يخاطبوا غرائز الإنسان بالمؤاخذة صح؟ نعطيك سيارة من جوزك لا تعال بس تعال عنا نعمل لك تصريح يخاطبون غرائز الإنسان وهي المصيبة اللي وقعنا فيها صح؟ نعم مصيبة كبيرة تلاقي واحد ما بيعرفش يميز زي ما كان يقول أبونا يعقوب عبد إنه يميز الألف من العصا بتروح عنده تلاقي هالبشر على الدور صافين فبنسأل شو في أبونا بعملنا تصريح طيب ليش هو بعمل لكم تصريح وإحنا الكنيسة بعظمتها بدون مؤاخذة تقدرش تعمل تصريح الاقتناس برضو الكنيسة الكاثوليكية صريحة أو حريصة على عدم الاقتناس تعرفوا هالإشي مثلا عندنا قصة المناولة الأولى تذكروا الأطفال بغاروا من بعض كيف جاري أو اللي قاعد جنبي بده يعمل أول مناولة وأنا أرثوذكسي بده مؤاخذة فيش عندي أول مناولة فبصيروا الأهالي بتعرف ضل ينق على رأس أهله بدي أعمل أول مناولة بدي أعمل الأهالي بصيروا إيش يا أبونا أعملون أول مناولة لابننا ابننا أرثوذكسي أو بدون مؤاخذة مثلا روم كاثوليك أو بس خصوصا روم أرثوذكس شو صارت مدارسنا تطلب حتى ما يكونش اقتناس بدنا توقيع رسالة موقعة من الأهالي احنا بنطلب بكل حريتنا انه ابننا يعمل اول مناولة عندكم ولكن طبعا بضلوا ارثوذكسي وإلا ايش اسمه هذا يعني ممكن يتهمونا او زي ما يكون زي ما كان قول الفادي وهو صغير يلتهمونا يعني يتهمونا بانه ايش انه نقتنس بدك تعلم عنا بدك تصير مدير عنا لازم تصير لاتين شو اسمه هذا اقتناس في فرق الصيد الرسولي بالعقل والمحبة والصدق على فكرة مهم جدا الصدق والقناعة كيف اللي بعدين بولد القناعة الصدق مثلا شوفوا قديش يسوع كان صريح معنا من أراد أن يتبعني ف يحمل صليبه طيب يا رب قولوا غير صح say and change طيب ومن هون لهون طيب ما بتوفيش معنا دوز دغري هذا فيش اقتناس هون هاي من أولها إيش فهمتك ونبهتك وين الاقتناس بالشع
مثلا تعال سير معنا نظبطك نعطيك فيزا لأمريكا وندبرك بعدين ايه بتقول له ايه هاي صاروا الناس يقولوا عني عميل بقول لك ما خلص ما صرت واقع معنا روح حيتها يا دار الحيك في البلدي انتوا فاهمين علي خلينا نكمل النص فللمقتي تركا شباكهما وتبعاه ثم اجتاز من هناك قليلا فرأى يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه وهما في السفينة يصلحان الشباك فدعاهما للمقتي فتركا أباهما زبدي في السفينة مع الأجرى وذهبا وراء هاي ثلاث مرات وللوقت بأكم من آية ايش بنلاحظ وهون انهي كلامي حتى اي آية وصلنا 19 المرة الجاية يعني بلش ب 21 خلصنا 20 نعم جاذبية المسيح بتصدقوا ولا ما بتصدقوش بتصدقوا حتى بدون ما الواحد يكون المسيح الرب في إشي عند البشر اسمه الجاذبية في بشر من أول ما تشوفوهم تشعروا بهذا بهذا المغناطيس طبعا مش ضروري أذكر أسماء شخصيات سياسية ولكن مثلاً عندنا أحد الأساقفة بلاش أذكر اسمه أو خليني أذكر اسمه مثلاً البطرق فؤاد طوال ما بتلحقوا تحكوا مع كلمتين ولا إيش بتشعروا كأنكم تعرفوا من 60 سنة يعني في إيش في جاذبية في خفة ظل في طيبة داخلية اللي بتجذب الناس إليه ومين طبعا بشعر أكثر شيء بالجاذبية وبميز منيح أكثر شيء الأطفال محل ما الأطفال بروحوا وقتها بتقدروا تتأكدوا ولا لا يا جماعة محل اللي الأطفال بروحوا له بسهولة وبمحبة تقدروا تتأكدوا إنه هون في الحنان وهون في الجاذبية وهون في الطيبة لأنه مش زي ما كان يقول أبو كلبشة عن حاله إن أنفي لا يخطئ الأطفال إحساس الأطفال لا يخطئ شكرا شكرا